اهلا بيكم، معكم احمد عمرو من عرب هاردوير. باتل فيلد 1 هي لعبه تصويب من منظور الشخص الاول، لكن فيها جوانب تانيه بتميزها عن باقي العاب التصويب. اللعبه مش هتعتمد بس على مهاراتك في التصويب، بل هتعتمد بشكل اكبر على قدرتك على قرايه الموقف اللي حواليك كويس، والتخطيط لحركتك اللي جايه، واحيانا كمان للتخطيط لحركه فريقك. ففي الفيديو ده هنقول لكم 10 نصائح استراتيجيه هتساعدكم على الفوز في باتل فيلد 1. عموما معظم النصائح هتخص مود الكونكويست، هو مود بيكون في ماب كبيره فيها اكتر من نقطه، والفريق اللي هيسيطر على اكبر عدد نقط ممكن لاطول وقت ممكن هو الفريق اللي هيفوز. يلا بينا نبدا باول نصيحه. في بدايه اللعبه اول لما تنزل، في ناس هتركب عربيات، في ناس هتركب دبابات، في ناس باحصنه، وناس على رجليهم. لو انت كنت من الناس اللي ركبت عربيات وبتتحرك بسرعه، ما تروحش اقرب نقطه ليكوا عشان تحتلها، لان كده كده فريقك هيوصل لها وياخدها. روح لتاني او تالت نقطة عشان هتوصلها اسرع من غيرك وتاخدوا نقطتين او ثلاثة في نفس الوقت. وفي الغالب الدبابات التقيلة او الناس على رجليهم هم اللي ياخدوا النقط القريبة. خليك انت لو انت بركب عربية سريعة تاخد النقط البعيدة. تاني نصيحة، لو انت وفريقك احتلتوا نقطة او في نقطة يعني معاكوا قاعدين فيها او قريبين منها بتحموها، والنقطة اللي جنبيها بتاعتكوا لكن مفيش عليها حماية، والفريق اللي قصادك اخدها، ما تروحوش كلكوا ترجعوا النقطة اللي الفريق اخدها. السنايبرز بتوعكوا يغيروا اماكنهم عشان يبصوا على النقطة دي ويحاولوا يقتلوا اعداء منها، وانتوا ما تهجموش عليها، لان في الغالب كل الميتين من فريق العدو هيعملوا فيها ريسبون وهيجيلهم دعم كبير، لانها اقرب نقطه للنقط بتاعتكم. فما تهجمش عليها واحمي النقط اللي حواليها كويس لحد ما هم يتفرقوا ويسيبوها ضعيفه او فاضيه، ساعتها بقى ممكن تهجم عليها. ثالث نصيحه، لو الفريق اللي ضدك معاه كل النقط اللي في الماب وانتوا معاكم نقطه واحده بس وكلكم بتنزلوا فيها ومتحاصرين جواها مش عارفين تهجموا على اي نقط ثانيه، كفاية بس سكواد واحدة منكم بس هي اللي تعمل ريسبون في النقطة دي، حوالي ممكن 4 أو 5 لاعبين بس عشان يشغلوا فريق العدو، بس يحموا نفسهم كويس لحد آخر لحظة، وباقي الفريق كله يعمل ريسبون في القاعدة الرئيسية ويقسموا نفسهم على العربيات والأحصنة وينتشروا في باقي الماب كلها ياخدوا أكتر من نقطة في نفس الوقت. ساعتها هتشتت الفريق اللي قصادك وهيسيبوا النقط بتاعته كلها ضعيفة، فأكيد هتقدر تحتل منها شوية حوالي نقطتين أو ثلاثة، لأن صعب 32 لاعب يحموا كل النقط من 32 لاعب تانيين. رابع نصيحة، النصيحة دي عكس النصيحة اللي قبلها بالظبط. لو انتوا الفريق القوي وعندكم القدرة تحتلوا كل النقط في الخريطة، دايما سيب للفريق اللي قصادك أقرب نقطة للقاعدة بتاعته واحمي باقي النقط أو حاصر النقطة بتاعتهم كويس عشان ما يطلعوش منها. ولو عملوا بالاستراتيجية اللي لسه متكلمين عنها وعملوا ريسبون في القاعدة، هيجوا برضو من نفس المكان لأنكم سايبين أقرب نقطة للقاعدة بتاعتهم ومحاصرينهم فيها، فتعتبر حابسهم في مكانهم، بس الموضوع مش هيطول قوي لان سرعان ما هيدمروا دفاعاتكم ويحتلوا نقط قريبه منهم، لكن على الاقل الموضوع مش هيكون سهل بالنسبه لهم. خامس نصيحه، دايما هيكون في نقطه في نص الماب عن طريقها تقدر تروح لباقي النقط الثانيه، دي دايما هيكون عليها صراع كبير ودايما فيه هجوم عليها. لو النقطه دي بتاعتكم ما تحميهاش بجنود، لان في الغالب هتلاقي سنايبرز في كل حته حواليكوا، في كل نقطه الموجوده حواليكوا هيقعدوا يقتلوا فيكوا وهيبقى صعب تحمي نفسك جواها. نقطة زي دي تقعدوا فيها بهيفي تانك ويكون فيها 5 لاعبين، كل لاعب هيبقى ماسك مدفع يعني 5 مدافع. ساعتها هتقدروا تحموا النقطة كويس من كل الاتجاهات من أي هجوم بيحصل عليها، والسنايبرز مش هيأثروا فيكوا، لكن حاول تتمركز في مكان ما يكونش واضح قوي للسما عشان ما تبقاش هدف سهل بالنسبة للطيارات. أو يكون فريقك مسيطر على السما، ساعتها خد راحتك وقف في أي مكان، محدش هيقدر ياخد النقطة دي بسهولة، وفريقك يقدر يتحرك منها على باقي النقط وتعملوا هجمات كتير قوية على أكتر من نقطة. سادس نصيحة، لو في نقطة حصر عليها هجوم من فريق العدو وانتوا اتصديتوا الهجوم ده وجه دعم ليهم اتصديتوا ليه برضه وجه دعم تاني لحد ما تحول الأمر إن فريق العدو كله متجمع في حتة واحدة عشان يهجموا على نقطة واحدة وانتوا بتدافعوا عنها بقوة، دي ساعتها فرصة ذهبية ليكوا. بكل بساطة سيب النقطة وامشي، خليهم ياخدوها واتفرقوا في كل حتة في الماب، يهجموا على باقي النقط بتاعتهم، خدوها كلها، هتبقى الخريطة كلها معاكوا ما عدا النقطة اللي هم كانوا بيهجموا عليها، وبعدين تقدروا تحاصروهم فيها. سابع نصيحة، لو بتهجموا على نقطة ودفاعات العدو فيها كويسة وقتل فريقك، حاول تفضل عايش بأي طريقة، استخبى أو اهرب عشان السكواد بتاعتك تعمل ريسبون عليك وتكمل الهجوم. لكن خلي بالك إن لو باقي الفريق انضم لكم كده هيبقى فريقك كله متجمع في حتة واحدة وسايب فرصة للفريق العدو وياخد باقي النقط بتاعتكم. ساعتها ابدأوا تقسموا سكواد واحدة بس تكمل الهجوم على نقطة والباقيين تقسموا يحموا باقي النقط، عشان لو الهجوم فشل دي مش هتبقى خسارة ولا حاجة، أنت كده كده معاك نقط أكتر بتحميها، ففريق العدو مش قادر ياخد منها حاجة، وكمان ضيعت لهم وقت كبير في انهم يدافعوا على النقطة بتاعتهم. عكس لو الفريق كله هجم على النقطة دي زي ما قلنا النصيحة اللي فاتت، ممكن الفريق ضدك يقسم نفسه وياخد منك باقي النقط بتاعتك، فدايما فكر للفريق بتاعك والفريق العدو كمان ممكن يعمل ايه عشان تلحق تتصدى ليهم. تامن نصيحة، تخصص السولت، وده هيكون اكتر تخصص منتشر ومعظمكم هيلعب بيه.
لان اسلحته قويه، بيكون معاه رشاشات اليه وقنابل مضاده للدبابات، لكن كمان بيكون معاه الغام. الالغام مهمه جدا، يمكن من اهم الحاجات اللي تدافع بيها عن النقط. دايما حط الغام على الطرق اللي الدبابات ممكن تهجم عليكم منها، وحط الغام في اماكن ضيقه على قد ما تقدر عشان تفاديها يكون صعب بالنسبه للدبابات لو قدروا يشوفوها، لانها على الاقل لو مش هتدمر الدبابه هتخلي تدميرها سهل، واللي في الغالب هيحبط الهجوم عليكم. تاسع نصيحه، الريكون او السنايبرز كويسين جدا في قتل الجنود اللي على رجليهم، فكويسين في الدفاع عن نقط معينه او لما يكون في نقطتين قريبين من بعض منهم نقط العدو مسيطر عليها. السنايبرز بيبقوا كويسين في اضعاف دفاعاتهم، لكن السنايبرز برضو ضعاف جدا في الهجوم وسهل اختراقهم بدبابه صغيره، فجور سنايبرز كتير بيكون مضر للفريق، على الرغم ان ناس كتير بتحب تلعب ريكون او سنايبر عشان الرينج بتاعه وقوه الضرب او قوه هجومه، الا ان كترهم بيكون مش كويس للفريق، فكفايه 5 أو 6 بس يقضوا وظائف مناسبه في اماكن استراتيجيه بحيث يساعدوا فريقهم على الهجوم او يحبس العدو في اماكن معينه بحيث انه ما يقدرش ياخد راحته في الحركه ويكون مجبر يغير اتجاهه. عاشر واخر نصيحه استراتيجيه، لو انت سكواد ليدر دايما افتكر تدي اوامر للسكواد بتاعتك، اذا كان احتلال نقطه او الدفاع عن نقطه، واي امر بتديه للسكواد والسكواد بتنفذه انت هتاخد سكور، وكمان سكور حلو ومش قليل، ده غير ان الموضوع بيكون منظم اكتر بالاخص لو في كمان تواصل بين قاده السكوادز كلها. في كمان نصيحه بونص كده لكنها مش نصيحه استراتيجيه، هي نصيحه تكتيكال شويه او مهاريه تخص اسلوب لعبك. كل سلاح في اللعبه اذا كان سلاح ايد او سلاح ثابت او دبابه او طياره او غيره طلقه بتاثر بالجاذبيه، فعلى المسافات الطويله الطلق بيغير مساره او بيكون مساره في انحناء شويه، فاعمل حسابك وانت بتنشر على النقطه دي، وحاول تتعود على الانحناء ده في الاسلحه اللي بتلعب بيها، ودرب نفسك كويس على اسلحه معينه عشان تتعود عليها وتحترفها. اتمنى تكون النصايح دي مفيده ليكوا وساعدكوا في ساحه معركه باتل فيلد 1. اشوفكوا تاني في فيديوهات تانيه. سلام.